دنجم سلام وين بكل اختصار لانه غادي نسمشي الوقت مثلا لوج واش السؤال الشيخ خلوج لوج طبعا ادري لوج السياسي وكان الحماية الدولية خاصة المسطرة الخاصة يعني وين مغادش الشروط وين مغادش الشروط وزعما سبشل لوج ذا يخسر الدم يخسر ادري ادعو في نفس الوقت الى جميع ينيني هي اللوج احسن خلوج ذاك اوروبا افغانيش دكتول ني ريجيم التنظيم باش هذا الى فريق المقدمه النضال في القضيه العائله لان من مين طلب اللجوء طلب اللجوء باش راس ديري الحمايه باش غادي يكمل ابري ذني اريم لا غادي يخرج ونجيب باش غادي يستافد اقتصاديا من هذا السبب يعني الهدف هو باش غادي يكون مخصريس دون مضايقات لهذا فرقج الدعوه للجميع اليونيت في اللجوء باش في نفس الوقت تبدل اكيني يقدم الطلب وفي نفس الوقت ادرك المقدمه النضال خايف مثلا في القضيه المهم تشكرشو بزاف وهو ديجا الشرف مغامرنا هو نحضى على كيفكم نتواصل اقوايا ويا نزيشكم وفي نفس الوقت باش الدكتور تشكر وغيث نغى الاب الطفله طيب يعني نتحاوش هنا لان الشاب رجل القدوه ديجا نموذج وخا نربى يتما فينا وخا غنربى التشبث زي المواطن صن زي الهويه نسن هذا الدم نصل القرايه نسن تكاشو بزاف وليش حقيقه فحض يعجبني حلوني التواصل غا كيفكم ونتشكى كذلك لجنه المنظمه خا المجهودات تاع الزمايا ديا وسيتي ان شاء الله نسكع الفرص نضل وفوزك فوز وعاش الريف والعاش المنطقه